تحت رعاية وحضور وزير الدولة ووزير وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، قام معهد الكويت للمحاماة والدراسات بافتتاح مكتبة الكويت القانونية ومعرض الكتاب القانوني والثقافي لعام 2017. نتكلم أكثر عن المعرض وكل ما يخص هذا المعرض. نرحب معنا بالمحامية ورئيسة اللجنة الثقافية بجمعية المحامين والمؤسسة لهذا المعرض المحامية بشرى الهندال. صباحك الله بالخير. صباحكم الله بالنور، يعطيكم العافية. الله يسلمك. أستاذة بشرى، طبعا قبل أن نتكلم عن المعرض وكل ما يخصه، راح يكون في معانا كليب راح نشوفه مع المشاهدين فيما يخص المعرض وكل ما كان يتضمنه. إن شاء الله. إنها الخز الموشى بالذهب وعروس البحر بل تاج العرب، قد بناها القوم من أجدادنا فارتقت في المجد هامات السحب. إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب. يا بلادي شعرا وأدب، وتسابيتي وتخطيتي إنك اليوم كمرج أخضر. أستاذة بشرى، شفنا هذا الكليب، المكتبة ضخمة ما شاء الله يعني، ويعني من خلال هالكليب البسيط يمكن شفنا الكمية المواد القانونية أو الكتب القانونية الموجودة في هذه المكتبة. فبالبداية لو نعرف المشاهدين عن المعرض اللي حضرتكم قمتوه اللي بلش أمس ولا من أمس إن شاء الله، وهو المعرض القانوني والثقافي لعام 2017. طبعا هو تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، قررنا في جمعية المحامين افتتاح المعرض القانوني والثقافي وكذلك مكتبة الكويت القانونية تحت رعاية وزير العدل الدكتور فالح عبد الله العزب، وطبعا بحضور ايضا وكيل الوزارة وايضا وكيل الوزارة المساعد. الحمد لله رب العالمين، تم افتتاح امس معرض الكتاب والمكتبة. طبعا مكتبة الكويت القانونية هي تضم على اكثر من 4000 كتاب قانوني، بالاضافة الى الدراسات والابحاث القانونية، ايضا قاعدة بيانات قانونية وأبحاث وأحكام محكمة تبييز، يعني ما شاء الله نخبة من الكتب والمواد القانونية. احنا قاعد نتكلم عن 4000 كتاب. يعني راح يكون موجود في هذه المكتبة، طبعا المكتبة موجودة داخل جمعية في جمعية المحامين. نعم. يعني أهميتها بوجهة نظر أستاذة بشرى، أكيد هي يعني يمكن ما تخدم كل شرائح المجتمع، يمكن البعض يظن أنها مختصة فقط يمكن لكل من يزاول مهنة المحاماة. للأمانة احنا كان الحضور أمس متنوع، مو بس الأشخاص القانونيين، يعني حتى الحضور والمشاركين في هذا المعرض كانت من كافة وزارات الدولة، يعني على سبيل المثال حضور وزارة الداخلية ونشر الثقافة القانونية والبروشورات، أيضا وزارة العدل ونشر الكتب القانونية والكتب التوعوية، أيضا الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء والأمانة العامة للأوقاف، يعني مجموعة ما شاء الله طيبة، وأيضا مشاركة كثير من الشركات والمؤسسات الخاصة وكذلك دور النشر والمكتبات الخاصة. كانت مجموعة يعني طيبة من الكتب الثقافية. للأمانة أنا شفت الحضور مو الجميع قانوني أو محامي، كانت من كافة أفراد المجتمع الكبير والصغير وكافة الشهادات الدراسية. اليوم احنا كمجتمع لابد ان نقرص الثقافة في مجتمعنا، ووجود الثقافة في المجتمع هو تطور للدول، فاليوم وجودها شيء مهم في حياتنا. هل يعني تنصحين أستاذة بشرى ان فعلا يكون عند الناس بعض الثقافة القانونية؟ هل هذا راح يساعدهم حتى في امورهم الحياتية؟ هل تحسين ان الزمن محتاج ان الشخص يثقف نفسه قانونيا؟ طبعا اليوم احنا مع التطور التكنولوجي قاعد نشوف ان الناس اكتفت بالانترنت وتركت الكتاب. انا شخصيا لحد الان احب اقرا الكتب،
ما استغني عنها، فوجود الثقافة مهمة جدا في مجتمعنا. لكن انتم الحين المكتبة يعني موجودة في جمعية المحامين، ما فكرتوا ان المكتبة هم تكون مكتبة الكترونية بحيث انه يسهل الوصول لمحتوى هذه المكتبة للجميع؟ بالفعل في قاعدة بيانات الكترونية تحتوي على 30,000 حكم تمييز وقاعدة قانونية كافة القرارات واللوائح والقوانين المنشورة ايضا في جريدة كويت اليوم. طبعا هذا كله تحت اشراف معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية واللجنة الثقافية في جمعية المحامين الكويتية. شلون يعني المكتبة، هل في لها ويب سايت معين او لازم يدشون على ويب سايت الجمعية؟ نعم اكيد في لها ويب سايت معين واشراف معين وجهة مختصة في هذا الامور التكنولوجية، يعني هذه من ضمن الامور الجديدة في جمعية المحامين. يعني هم انتم سهلتوا الموضوع لكل من يعني يمكن يتعذر انه يوصل لجمعية المحامين. نعم. تكون سهلة الوصول اليه عن طريق مثلا الموقع او يعني الوسائل الذكية، الاجهزة. نعم. الذكية. نعم. المعرض هذا يقام للمرة الاولى يعتبر؟ لا، في السنوات الماضية كانت في يعني أيضا معارض في جمعية المحامين بس ما كانت بهذا المستوى للأمانة. طبعا المعرض أنا بس أحب أنوه أن هذا المعرض يقام لمدة 3 أيام في جمعية المحامين، من يوم 23 إبريل إلى 25 إبريل في الفترتين الصباحية والمسائية، وطبعا الدعوة عامة ونتشرف بحضور الجميع. يعني ما في شريحة مستهدفة يعني مستهدفينها في هذا المعرض؟ للأمانة الجميع، ولكن إحنا هدفنا الأساسي الشباب، لأن اليوم إحنا قاعدين نشوف الشباب في عزوف تام عن قراءة الكتب والأبحاث والثقافة. فاليوم احنا قاعدين نشوف الكل قاعد يكتفي بالإنترنت، الكل قاعد يكتفي ببرامج ثانية وبرامج التواصل الاجتماعي ابتعدوا عن الثقافة. فاليوم لابد أن نرتقي ونطور من فكرنا. المجتمعات المتطورة والمثقفة ما زالت تقرأ هذه الكتب، وهذه طبعا رسالة من عندنا عبر برنامجكم أن ندعو الشباب إلى مزيد من التطور والتقدم والثقافة والقراءة. هل فعلا المحامين يحرصون أن ينشرون هذا النوع من الثقافة القانونية لدى الشباب؟ خلينا نتكلم من ناحية الثقافة القانونية. نعم. الحين بحكم أستاذة بشرى عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، قانون الجرائم الإلكترونية. نعم. وكلها لا نزال نشوف في بعض الشباب يخطئ في هذا الجانب. نعم. أو حتى نتكلم في الشارع. نعم. دوركم كمحامين هل فعلا تبون توعون أو قاعد تعملون حملات توعوية توعون فيها الشباب من ناحية حق القانوني، حدوده؟ نعم، أنا أعتقد أن الشباب أو المحامين والمحاميات أكثر ناس داشين في الإعلام وفي نشر الثقافة القانونية، ولكن إحنا مجتمعنا للأسف إيش اللي قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير أن لو كان هناك مثلا قانون جديد أو تشريع جديد، المجتمع إيش قاعد يسوي؟ قاعد ياخذ سلبيات هذه القوانين ويترك الإيجابيات. فإحنا لما نيجي نشرح بطريقة قانونية نشرح له كل الجوانب الإيجابية والسلبية. لو تعرض لقضية معينة انبهه أن هنالك ترى قانون ينص على هذه المواد. هني ينتبه أن في بالفعل مواد قانون وتشريعات يبدأ يقرأ. فللأسف دائما تقلب السلبية على الإيجابية، فلابد أن المجتمع يكون واعي ومثقف. بالنسبة لزملاء المحامين مو مقصرين في نشر الثقافة القانونية، وسائل الإعلام مو مقصرة بعد أيضا. يعني أنت تطرقتي لنقطة جدا مهمة. إنها. مو شرط الجانب القانوني يكون كله سلبي أو ضد الشخص المجتمع. ممكن يكون في إيجابي. جانب إيجابي. نعم. يحمي حقوقه طبعا. مثل شنو أستاذة بشرى؟ وين تشوفين الخلل أو وين تشوفين أن قل ثقافة بالجانب القانوني وتحسين أنه لازم الشخص يكون مثقف في هذا الجانب؟ قضايا معينة في جانب قانون في معين في كل جوانب الحياة. يعني اليوم إحنا لما ظهر قانون البيئة الناس يتكلمت ليش ممنوع التدخين، ما كانوا يدرون أن في قانون تم إقراره قبل سنة ونص. لما تم تفعيل هذا القانون الناس تفاجأت. أيضا المخيمات، منع المخيمات في أي مكان، الناس تفاجأت أن هنالك قانون ما كانت تعي ولا تدرك. قانون الأسرة الجديد الناس ما كانت تدري أن هنالك في 6 محاكم يتم إنشائها في جميع محافظات الكويت، الناس ما كانت تدري إلا بعد ما تم تطبيق هذا القانون. فاليوم احنا كمجتمع احنا قاعد نتابع مجلس الأمة وقاعد نتابع التشريعات والقوانين اللي قاعد تصدر، لكن الناس شنو همها؟ الأمور السياسية. ما قاعد تتابع بشكل جميل أو بشكل جذري القوانين والتشريعات اللي قاعدة تطلع. مجرد إنه في قانون وبس، ما قاعد يكملون، ما قاعد يطلعون، ما قاعد يقرون. يمكن لأن يمكن غالبية المجتمع مو قانونيين، ولكن إذا وقع في مشكلة بيتوجه إلى الأشخاص أصحاب الاختصاص ويسأل
نسألهم وإحنا موجودين طبعا في خدمة المجتمع. نعم، دوركم كجمعية محامين هدفكم الأساسي في هذا الموضوع الحين بعد إنشاء المكتبة القانونية، نعم، هل أكيد مثل ما تفضلتي المعرض يمكن قاعد يقام صار هذه ما هي أول مرة، لكن بالنسبة للمكتبة يمكن هذه أول يعني سنة يتم افتتاح المكتبة القانونية، نعم. تحسون المكتبة القانونية الحين وجودها ضروري؟ هل هذا الوقت المناسب فعلا أن يكون في دولة الكويت مكتبة قانونية؟ نعم، إحنا طبعا ليش تم إنشاء المكتبة واهتمامنا بوجود المكتبة هذه؟ لأن اليوم إحنا لو نشوف المكتبات في الكويت ما راح نلاقي مكتبة قانونية وشاملة مثل هذه المكتبة. يعني اليوم إحنا حرصنا أن هذه المكتبة تحتوي على جميع فروع القانون وجميع التشريعات وجميع الكتب والإصدارات، وحتى يعني من ضمن المساهمين في هذه المكتبة زملائنا المحامين اللي عندهم رسالات الدكتوراه والماجستير والكتب اللي هم قاموا بكتابتها ورسائلهم القانونية. فجمعية المحامين للأمانة مو مقصرة، ويعني أنا هذه فرصة أنتهزها لشكر مجلس إدارة جمعية المحامين على اهتمامهم في الثقافة القانونية ووقوفهم معنا إحنا في اللجنة الثقافية ومساعدتنا عشان نظهر بهذا الشكل. هل ممكن تكون هذه المكتبة القانونية مصدر أساسي لأخذ المعلومات بالنسبة لطلبة كلية الحقوق؟ هل ممكن يأخذونها كيعني ريفرنس أو يعني طبعاً مرجع، نعم، لهم في الدراسة؟ للأمانة بالفعل إحنا يعني من قبل كانت المكتبة موجودة بس ما كانت بهذا الشكل، يعني كانت يمكن الحين إحنا ضفنا عليها وعدلنا فيها وضفنا عليها الأمور الإلكترونية وزدنا عدد الكتب وتم افتتاحها رسميا، ولكن ما كانت في السابق أيضا كانت موجودة مراجعة الطلبة وطلبة الجامعة على طول يزورون المكتبات، مكتبة الجمعية، مكتباتنا إحنا كمحامين. طبعا إحنا طلبة القانون إحنا دائما فاتحين لهم مكاتبنا ونستقبلهم سواء في التدريب أيام الدراسة أو سواء في كتابة البحوث والأمور الخاصة فيهم، موجودين ودائما موجودين الطلبة عندنا سواء في مكاتبنا أو في جمعية المحامين. تمام، جميل جدا. يعني أستاذة بشرى شيء جميل، مجهود جميل. يمكن أنتم تزامنا في افتتاح المعرض مع اليوم العالمي كان يمكن للكتاب وحقوق المؤلف. إيه؟ هل هذا كان مقصود من قبلكم أن تكون الافتتاح في هذا اليوم أو حصلت بالصدفة؟ لا، إحنا كان مقصود لأن إحنا أساسا يعني كنا حاطين في بالنا هالتاريخ هذا، وإحنا نتابع دائما الأمور القانونية والأمور هذه، فقررنا أنه يكون متزامن مع افتتاح مع هذه العالمية. جميل، كلمة أخيرة حابة توجهينها أستاذة بشرى؟ الله يعطيكم العافية على هذا اللقاء، وأتمنى حضوركم والدعوة عامة ومشاركتنا في معرض القانوني والثقافي في جمعية المحامين، وحياكم الله. الله يسلمك، معكم كل التوفيق. المعرض موجود لمدة 3 أيام صحيح؟ نعم، من أمس بلش من تاريخ 23 لتاريخ 25 إن شاء الله. نعم، الفترة الصباحية والمسائية. نعم، وأيضا عندنا ندوات اليوم، عندنا ندوة عن حقوق المؤلف ودور المؤلف في نشر الثقافة، وباكر إن شاء الله عندنا أمسية شعرية لشعراء كتبوا في حب الكويت. يعني هو بالنهاية المعرض يدخل الكثير من الأنشطة والفعاليات. نعم، طوال المدى 3 أيام. نعم، كل التوفيق لكم وكل الشكر للمحامية بشرى الهندال ورئيسة اللجنة الثقافية في جمعية المحامين الكويتية على تواجدكم. الله يسلمك، شكرا. الله يسلمك. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نواصل فقراتنا.